الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد قراءة التهجي مع أحكام التجويد سورة آل عمران من الآية 59 إلى 61. همزة كسر إي، نون شدة فتحة مع الغنة، إنا وغنة ميما ثم نونا شددة، وسم كلا حرف غنة بدا. ميم فتحة ما، ثاء فتحة ثاء، ما ثاء، لام فتحة لا، ما ثالا، إنا ما ثالا، إنا ما ثالا. وننتبه لمخرج حرف الثاء، مثلا مثا ثا ثا مثلا. عين كسر عي، يأسكم مضي طبيعي، عي سين فتحة سا، عيسى. ألف صغيرة مضي طبيعي، عيسى. إن مثلا عيسى. عين كسر عي، نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، د الفتحة د، عند. نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، د الفتحة د، عند. ليه قلنا مع الإخفاء الحقيقي؟ لأن الدال من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلم البيت. صيف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا دع ظالم. يبقى ده حكم اسمه حكم إخفاء. وبرسم المصحف لما نلاقي النون ما عليهاش حاجة كده يبقى اسمه حكم إخفاء حقيقي. اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا مع تغليظ اللام. ليه بنغلظ اللام؟ عشان جت بعد حرف مفتوح. لما اللام في اسم الجلالة تأتي بعد حرف مفتوح أو مضموم تغلظ، وإذا جاءت بعد حرف مكسور ترقق. عند الله، عند الله. كاف فتحة كاء، ميم فتحة ما كما، ثاء فتحة ثاء كما ثا، لام كسرة لي كما ثا لي، همزة فتحة آ، ألف سكون مد بدل، يعامل معاملة المد الطبيعي في رواية حفص. آ د الفتحة د، آ د، ميم فتحة ما، آ د ما، نقف عليها آدم. ما معنى صل؟ الوصل أولى مع جواز الوقف. الوصل أولى مع جواز الوقف، نحفظها إن شاء الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خاء فتح خاء، لام فتح لا، خالا. قاف فتح قا، خالق. هاء ضمه، خالقه، خالقه، خالقه. ميم كسر ميه، نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، من. وهذه النون فيها حكم الإخفاء الحقيقي، نفس الحكم اللي في كلمة عند. يبقى من، تاء ضمته، من تو، راء فتحة راء، تو راء، مع تفخيم الراء لأن الراء مفتوح. ألف سكون مضي طبيعي مع تفخيم الألف لأن الألف جاء بعد حرف مفخم وهو الراء، تو راء. باء كسرتين مع الإخفاء الحقيقي، ترابين. لما نلاقي الكسرتين بالشكل ده كده واحدة سابقة التانية يبقى ده اسمه حكم إخفاء حقيقي. ثاء ضمة ثو، ترابين ثو. ميم شدة فتحة مع الغنة، ثم من تراب ثم. قاف فتحة قا، ألف سكون مد طبيعي مع تفخيم الألف لأنه جاء بعد حرف مفخم. قا، لام فتحة لا، قال، ثم قال. لام ضمة، لام فتحة لا، هاء ضمه، له. واو صغيرة مد صلة صغرى، له. كاف ضمكو، نون سكون مع الإخفاء. كن فاء فتحة فاء، كن فاء. ياء فتحة ياء، فايا. كاف ضمكو، فايكو. واو سكون مد طبيعي وصلا، فيكو. نون ضمنو، فيكون. نقف عليها مد عارض للسكون. قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب ما هي الأحكام اللي وردت في هذه الآية عشان لما نسأل السؤال ده نعرف نجاوب؟ أول حاجة فيكون، دي مد طبيعي في الواو ونقف عليه مد عارض للسكون. كن، النون فيها حكم إخفاء حقيقي. له، الواو الصغيرة اسمه مد صلة صغرى. قال فيها مد طبيعي. ثم الميم شدة فتحة فيها غنة بمقدار حركتين. تراب ثم إخفاء حقيقي في التنوين اللي بعد الباء. من تو إخفاء حقيقي. خلقه برضو مد صلة صغرى. آدم فيها مد بدل يعامل معاملة المد الطبيعي. كلمة عند برضو إخفاء حقيقي. عيسى الألف الصغيرة دي مد طبيعي.
إن النون مشددة مع الغنة بمقدار حركتين. كل دي أحكام وردت في هذه الآية الكريمة، والأحكام دي بتتكرر معنا كثيرا بفضل الله عز وجل. طيب أنا أتبع القراءة، قراءة بدون تهجي مع بيان أحكام التجويد. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الأحكام اللي هنا، الياء في كلمة ممترين مد طبيعي في حالة الوصل عارض للسكون وقفا، تكن من برضو إضغام بغنة لوقوع الميم بعد النون الساكنة، والميم من حروف كلمة ينمو إضغام بغنة. في حكم إيه كمان ننتبه لكلمة فلا ديت، البعض يقرأ يقول فلا، فلا ده اسم صحراء أو مكان خالي، الصحيح نقول فلا 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 لأنها لا زائد ودخل عليها الإيه الفاء. من ربك فينا إضغام بدون غنة لوقوع الراء بعد النون الساكنة، واحنا قلنا الراء واللام لما يكون بعد النون الساكنة اسمه إضغام من غير غنة. الآية اللي بعدها، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك، فمن شوف كلمة فمن حاجك هنا النون دي فيها إظهار حلقي، كلمة حاجك المد ده اسمه ايه؟ مد كلمي مثقل، زيه زي كلمة ولا الضالين اللي في آخر الفتح، فيه برضو الياء فيها مد طبيعي. فمن حاجك فيه من بعد، من بعد إقلاب الثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، إقلاب النون الساكنة بنقلبها ميم مع إخفاء الميم، نقرأ كده من بعد، من بعد ما جاءك، ده اسمه حكم إيه؟ مد واجب متصل، وبرضو الألف اللي بعد الميم سبق نظيره مد طبيعي، جاءك مد واجب متصل ومد مقدار أربع أو خمس حركات وصلا. من العلم، كلمة العلم فيها لام قمرية، فقل تعالوا، فقل اللام فيها إظهار مطلق في كلمة فقل، وأزرنا لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، فقل تعالوا ندع، كلمة ندع الدال فيها قلقلة لأنها ساكنة من حروف قطب جد، ندع أبناءنا برضو الباء فيها قلقلة من حروف قطب جد، الألف اللي بعد النون مد واجب متصل سبق نظيره في كلمة جاءك، وأبناءكم برضو الباء فيها قلقلة والألف مد واجب متصل، الميم في كلمة وأبناءكم الميم دي فيها حكم إظهار شفوي، قلنا أول ما نلاقي الميم عليها علامة السكون يبقى ده اسمه إظهار شفوي. ونساءنا ونساءكم برضو مد واجب متصل اتكرر معانا في كلمة ونساءنا ونساءكم، فيها أحكام إيه تاني؟ برضو الميم هنا فيها إظهار شفوي، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد، فاعرف لما يكون بعد الميم الساكنة حرف واو أو فاء ننتبه لإظهار الميم. وأنفسنا النون فيها إخفاء حقيقي، وأنفسكم نفس الحكم إخفاء حقيقي، الميم اللي بعد الكاف فيها حكم إيه؟ إظهار شفوي. ثم الميم فيها غنة مقدار حركتين، نبتهل نبا الباء فيها قلقلة من حروف قطب جد، اللام فيها إظهار مطلق، فنجعل فنجا برضو الجيم فيها قلقلة، فنجعل لعنة اللام مدغمة في اللام، لعنة العين تخرج من الحلق، لعنة الله اسم الجلالة اللام مغلظة لأنها جاءت بعد حرف مفتوح، على الكاذبين ننتبه للألف الصغيرة اللي بعد الكاف مد طبيعي، الذال مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الياء فيها مد عارض للسكون في حالة الوقف مد طبيعي في حالة الوصل. أقرأ الآية الثاني،
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن جاءك فيه جاءك برضو صح كده طب ما تنتبه معاي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المعنى الإجمالي اللي قد كده بسرعة في قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى يعني إن خلق الله تبارك وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام من غير أب مثله كمثل خلق الله عز وجل آدم من غير أب ولا أم، وربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى خلق عيسى من أم دون أب، وخلق آدم بدون أم وأب، وخلق سائر الناس من أب وأم كما هو معلوم. إذ خلقه الله عز وجل من تراب الأرض ثم قال له كن بشرا فكان بأمر الله عز وجل. فدعوى إلهية عيسى عليه السلام لكونه يعني خلق من غير أب دعوى باطلة، أنهم يقولوا عليه إله الكلام ده زي النصارى. فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، واتفق الجميع على أنه يعني عبد من عباد الله عز وجل. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يعني الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى والذي جاءك أيها الرسول من ربك، فدل على يقينك وعلى ما أنت عليه من ترك الافتراء، ولا تكن من الشاكين. وفي هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الآية 61، يعني فمن جادلك أيها الرسول في المسيح عيسى عليه السلام ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم، يعني في أمر عيسى عليه السلام، فقل لهم تعالوا نحضر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، يعني نتجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن ينزل الله عز وجل عقوبته ولعنته على الكاذبين في قولهم إيه المصرين على عنادهم، يعني إن هم بيقولوا على سيدنا عيسى عليه السلام إيه إن هو إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالله عز وجل واحد لا شريك له، وجميع الرسل جاءت من أجل توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى دي عقيدة المسلم، اعتقاده في الله تبارك وتعالى أن الله في وحدانية الله عز وجل. الله عز وجل واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا والحمد لله رب العالمين.